السلام عليكم، معكم أنس الغرباوي، 22 سنة من دين سفاس. أنا هو هذاك الشاب اللي داولوا عليا الصحافة الإلكترونية البارح بأني كنت داعب أخطر المجرمين بفاس. المهم اللي بغيت نقول لكم، هذا الخبر راه كاذب، وبغيت نصحو الناس اللي عزاز عليا ولعائلتي بالله هذا الشيء راه ما كاينش منه. البارح أنايا كنت غادي في الليدو، كنت غادي في الليدو بموتور من اس اش الى ساعة مع الربعة بالضبط. المهم تسميت غادي، جاو عندي جوج الساقور قالوا لي وقف، الوراق ما مريقلينش، ما بغيتش نوقف، بقيت هربان تا بقيت هربان. المهم تا سلط عليا هشام المنولي بانه كيدعي شرطي، هي هذيك تما. المهم قبضوني، داروا لي الحجز على الدراجة النارية على حساب الوثائق ما مريقلاش، وصافي مشي قيدوا لي المحضر، قيدوا لي المحضر. المهم وليت هبطت، صافي طلقوني مع ديك جوية التمنية، هبطت مع السبيحة، هبطت للدار. من هبطت للدار لقيت موقع الكترونية بني طالقين بني اخطر المجرمين، هادشي ما كاينش بالله. شادين عندي السلاح الابيض وبالله هشام الملولي لانه كيدعي شرطي، بالله راه ضربتو لعينيه وسبق عليا. انا شدوني جوج ديال السفر هما اللي شدوني. المهم اللي بغيت نوصل انايا للناس اللي عزاز عليا ولعائلتي بالله راه ما كاين لا سرقه لا شفاره لا والو. انا الحمد لله الحمد لله بخير، ما تعتقلت ما والو. انايا حاليا حر طالق. السلام عليكم.